بتتكرر كتير بتتكرر كتير. طيب خلينا على الجول ده عشان هنتكلم عليه، بس اخد بس نجم سموحه كابتن مهدي سليمان. ازيك يا مهدي عامل ايه؟ ازيك كابتن عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. الحمد لله تمام. حضرتك طيب يا رب. ايه الاخبار؟ انت طمنا عليك. تمام كله تمام يا حبيبي. احنا بنجيب الجول الاهداف بتاعه المصري وسموحه، لو انت شايفنا. شايف انت شايفنا ولا لا؟ لا انا بره الصراحه. تمام هدف منسيه الاول. يعني انا عايز اكلمك على سموحه كشكل عام كابتن مهدي، قبل ما اكلمك عنك انت شخصيا. احنا السنه دي زي انت حضرتك عارف حلو قوي كنشنا اهو خامس اهو. تمام. ممكن غيرنا ثلاث مدربين. وفي في كم ناس رجعت من اصابات كتير. انا اخر 10 ماتشات لعبتهم كنت لسه راجع من اصابه والحمد لله لعبتهم. في محمود عزت برضو رجع من اصابه، في عمر سعد رجع من اصابه، في احمد حسن مكي رجع من اصابه. كل ده كنا مصابين بصليبي ورجعنا. يعني انتوا كان عندكم هوجة صليبي، ربنا يبعد عنكم بقى بعد كده. الحمد لله. يعني متهيألي انتوا خلصتوا الصليبي بقى كفايه كده. كفايه بصراحه. السنه دي والسنين الجايه. بالظبط بالظبط. وتمساح برضو رجع من اصابه برضو من 3 شهور، فالحمد لله يعني يعتبر كملنا دلوقتي. ف خلصنا الموسم ده، ويعني ان شاء الله يبقى نتعدي الموسم الجديد بشكل كويس. يعني مادي انت لسه مستمر مع سموحه اعتقد؟ مستمر عادي فيه سنه ونص. سنه ونص يعني انا جددت لما اصطدت تاني، كنت جددت سنه يعني سنتين، خدت منهم نص سنه. يعني هم اختاروا توقيت مناسب. اللي هو هتجدد هتجدد. يعني كان فاضل لي 6 شهور وخلاص ابقى فري. سبحان الله. يعني كلموني يعني وجددت. يعني انا مستريح برضه في النادي هنا، ونادي محترم وباشمهندس بصراحه، مش متاخر على الفرقه باي حاجه. ان شاء الله ندعم الفرقه السنه دي كمان بشكل كويس السنه الجديده، عشان نقدر نبقى مكانة احسن ما كنا فنشين فيها السنه دي. يعني يا مادي قبل برضو ما اسالك على مستقبلك وطموحاتك ونفسك تعمل ايه وتروح فين، يعني قول لي. كابتن ميمي عبد الرازق دايما بيبقى بياخد مسؤوليه الراجل المنقذ. شايف ان هو بيعمل ايه في الفريق عشان يفوقه كده تاني؟ يعني بيجيبوا مدربين اجانب ومدربين على مستوى عالي جدا، لكن كابتن ميمي عبد الرازق بيرجع يقول لا، انا ليا شكل تاني، انا ليا بصمه تاني مع سموحه. هو الصراحه الراجل قريب من اللعيبه مثلا. هو طيب يعني جدا، وبيحاول يقرب الناس كلها البعيده والقريبه، بيحاول يلم الفرقه كلها وبيحاول يلعب الناس كلها. يعني شغله كله كوره، ويعني ما اعتقد يعني بيجي في وقت ما فيهوش فتره اعداد، ما فيهوش تجهيز، يعني بيجي في وقت في نص الموسم كوره بس. يبقى اصلا يعني الفرقه محتاجه، هي واقفه على رجليها كويس والناس كويسه، محتاجين بس ان الناس تديهم يلعبوا براحتهم شويه، بيديوا حريه للفرقه كلها. هي بس تلعب براحتها، فممكن شويه هو ده اللي بيخلي الامور تمشي بشكل كويس. يعني اكيد. كلمني بقى عن مستقبل مهدي سليمان ونفسك وطموحاتك، تروح فين؟ مش عايز اقول قبل الاصابه وبعد الاصابه، لغايه دلوقتي. لا الحمد لله، انا بعد الاصابه انا الحمد لله 7 ماتشات ورا بعض. ما شاء الله ربنا اهداف يعني. الحمد لله ما فيش الا الماتش اللي فات ده اللي دخل جونين. الحمد لله مأدي بشكل كويس بعد الاصابه يعني. طموحاتي بصراحه انا مستريح في النادي، الدنيا كويسه، بس نحاول ندعم شويه وان شاء الله السنه الجديده نبدا زي السنين اللي فاتوا، وخدنا تاني وخدنا تالت وصعدنا في افريقيا مرتين، نقدر ندعم الفرقه بشكل كويس، وعشان نقدر ننافس يعني على قدام شويه تالت تاني. دي طموحاتنا يعني دايما احنا ننافس، يبقى في المربع اكيد اكيد على افريقيا يعني. اكيد. ونادي سموحه بصراحه يستاهل، لان نادي سموحه يعني امكانياته مميزه جدا ولعيبه وكل حاجه. يعني يا رب بس ندعم بشكل كويس، في كذا مراكز ناقصه عندنا، فيا رب ندعم بشكل كويس، هيفرق معانا السنه الجديده. وعن طموحات انا يعني ان شاء الله انا بجتهد، انا ماشي بشكل كويس، فاضل لنا ماتشات الكاس، لو عرفت ادخل ضمن الاربعه يعني كاس العالم وكده، يبقى ده الحمد لله يعني. ربنا يكتب لك الخير يعني. ربنا يكتب لك الخير، وانت عارف اللي بيجتهد ربنا بيكافئه دايما يعني في ثانيه. بس اذبحوا حاجه بقى عشان الاصابات دي يا مهدي، يعني طلعوا شويه يعني وندبح. والله يا كابتن احنا يعني
انت حضرتك عارف انا عارف انا عارف مصر بكل الماتشات في كل شهر بنعمل حاجات انا كتير عارف انا يعني، عارف انا عارف بس هي يعني الحمد لله يعني هي بتاع ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نورتني وشرفتني يا كابتن مهدي، وانا كل التوفيق ليك. جدا جدا ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك.